أصحابي الأجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أزف الإيمان رئيس الحفلة المؤكر وزملاء البرة إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وزيزة حول الموضوع أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم خصوصا على أهل العلم فإنهم يعلمون الحق والباطل ويعلمون الفرق بينهما فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولها إذا ذكر الله تعالى في كتاب العزيز مكرونا بالإيمان به وبه سميت بخير أمة وتسامت على أكواب ماضية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الواجب الذي بعث الأنبياء من أجله وأمروا بالقيام به وقد قاموا بأدائه حقه وتجسم كل ما ألم من الآناء والمشقة ولقد لقي الأنبياء ورسل من أقوامهم أشد الآذى وآذمها حتى القدر كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم عذاب عظيم فإذا قام الداعي مقام الرسل فلا بد أن ينال من الآذى ما يناله كما قال لك الرسل لا عذر لأحد منا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام قادرا عليه فمن رأى منكم منكرا أو سمعه وجب عليه إنكاره وإزالته لا تأخذ في ذلك اللومة اللائم والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل فرد من المسلمين ولم يقتصر على طائفة تأمره تنهى دون غيرها وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أزف الإيمان أيها الشباب المسلمون يظهر من هذا الحديث النبوي أن الإنكار له ثلاث مراتب الإنكار باليد والإنكار باللسان والإنكار بالقلب فأما الإنكار باليد فلا يقدر عليه في هذا الزمن إلا الحكومات ومن ينوب عنهم أولياء الأمور على أسرهم وأما الإنكار باللسان فيقدر عليه في الغالب كل أحد حتى الأمراء وعيان الأمة استخداما بالقول لأن الحسن المرقب في القائد لقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأما الإنكار بالقلب فلا بد لكل واحد ولا يتركوه إلا من فقد حظه من العلم والإيمان وهو يستلزم النفور من المعصية ومرتكي بها ولقد قالت هذه الأمة أكثر الأمم قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل لم يكن أمة من الأمم اهتمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذه الأمة ولقد كانت أعظم الأمم التي قبلنا وهم بنو إسرائيل مفردين فيها غير قائمين بهما كما قص الله تعالى علينا تقصيرا فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما سووا وكانوا يعتدون
كانوا لا يتناحون عن المنكر فعلوه. أيها السادات، إلى الآن قد قدمت بين أيديكم أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالقيام بهما، لكن ما هي الوسائل والأساليب؟ آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام. ما شاء الله، بہت خوب.